Tranquilos, tranquilos, que son jugadores, que يقولوا لي مانيش تهدنوا تهدنوا، هادو راهم لعابة، يعني هادو راهم لعابة تهدنوا. بلاتي انتو تشوفوا الفيديو اللي هو منين جا كاع المشكل. على العموم هادشي كامل اللي وقع، البرنسا ولا الصحافة ديال اسبانيا كتقول، كتكلم على ان اعتقلوا 4 ديال اللعابة من المنتخب ديال البير. 4 واش غادي يديروا مع مير ستيجواب وكذا وتلقوهم، ولا غادي يكون هذا الاعتقال يعني طويل وتكون شي محاكمة؟ ما عرفناش واش غيكون عنده شي تأثير على الماتش ديال اليوم مع المنتخب، ما عرفش شنو غادي يوقع بالضبط. المهم حنا باثين كما كيقولوا، ولا حنا كنتسناو نشوفوا شنو اللي غادي يوقع. ولكن لاحظوا يعني لا لقطه تافهه منين جا هادشي كامل اللي ناض هاد الشجار مع اللعابه ديال بيرو مع البوليس. شوفوا معايا مزيان، شوفوا هاد اللقطه هذه بالضبط، شفتوها؟ هاد اللقطه هذه بالضبط هي اللي جرى عليها هادشي كامل. هاد اللقطة هادي اللي دفع فيها البوليسي اللاعب ديال بيرو، واحد من اللعابة، غادي نردوها باش تشوفوها. هي هادي اللقطة بالضبط، هنا بالضبط فين وقع المشكل. هاد اللاعب هذا على حسب داكشي اللي كيقولوا الصحفيين الرياضيين اللي كانوا تمايا، جا عند يعني الناس اللي المشجعين ديال بيرو، يعني ولاد البلاد ديالهم بطبيعة الحال، واش بغى يتصور معاهم، واش بغى يجي يسلم على شي حد ولا شي حاجه. المهم البوليسي لقاه بهذيك الطريقه، باش لقاه يعني دفعوا بهذيك الطريقه. فاللاعب حتى هو ما رضاش، حتى هو دفعوا، دفعني ندفعك، يعني كبرات ولاو يعني فرقه من البوليس، دخلوا اللعابه الاخرين وهي تخلط. يعني فقط هذه اللقطه هذه كما قلت هي لقطه تافهه. لاحظوا معايا هنا فين كان يعني النقطه اللي عمرت الكاس الا بغينا نقولوا، هنا في وقع المشكل بالضبط وصافي تما، ولا كل شيء كيدافع. يعني البوليس يعني جاو تحاموا كاملين، اللعابه هما دخلوا يعني المعمعه، والمشكل يعني كبر الاخوان. المهم بعد غادي ندوزو نشوفو هذا الفيديو هذا ديال الركراكي، صراحه يعني اللي خصنا نصفقوا ليه كاملين. كما قلت المشكل اللي وقع المنتخب ديال بيرو، واش غادي يكون عنده تاثير على المباراه ولا لا، يعني كنستبعد انا هذا الشيء. ولكن مادام كاين هذا الاعتقال ديال 4 ديال اللعابه حسب الصحافه الاسبانيه، ما عرفناش هذا الاعتقال فين غادي يوقف، ما عرفناش. يعني لحد الساعه كما قلت انا كندير الفيديو 3 ديال ونص تقريبا، 3 ونص يعني ديال الصباح، ولحد الساعه هذه هي الاخبار اللي كاينه. يسمعوا الركراك شنو اللي قال، لا جاوبتش على هذا الشيء بالعربيه. اللي قلت له هي عرفنا هذا الشيء بالليل، عرفنا ملي الولد صغير كان عنده شي 19 و20 سنه، ما غاديش نقبلوها الصراحه. علاش؟ اللي دار ماشي مزيان، بحق حنا مسلمين وبغينا نوريو الناس من الاسلام كيقول لنا خصك كومون دي باردوني كي سامع. والولد باقي صغير، ما غاديش نحكموا عليه ولا نذبحوا ولا شي حاجه. دار غلط، ديالنا حنا الشكاره ديالنا يمكن على البوليس. والولد لا يسامح، الشهر ديال رمضان حنا غنبينو، حنا المغاربه وحنا مسلمين كنسمحوا الراسيسم، ما غاديش نقبلوها. بحال واحد يمكن عمره ما خرج من بلاده، ما كيعرفش شنو هي الاسلام، ما كيعرفش شنو هي العرب. حنا اكثر اللي نقدروا نبينو هي دابا اليوم يعرفوا شنو هي مسلمين، نقولوا اون لي باردون، الله يسامح، باش حتى هو عنده انكور اون في ابخي هذا الشيء، ما يكونش حتى هو حياته كامله يقول دولموني ولا شي حاجه. دار غلط، طلب مسامحه. من بعد كاين لو كوتي جوريديك، بحال حنا انا كمدرب كالفرقه وكمغربي نقدر نهضر على مسلمين و فالو دير مسكين و لي باردون و ما والو. وان شاء الله الا باغي يجي عندنا يشوف كي دايرين المسلمين وكي دايرين المغاربه وكي دايرين رمضان ويحس بها، مرحبا. حنا اوني با كانكان كي با تابي، لا في نيرور اون لو اكسبليكي لي شوز و لا يسامح. صراحه زعما الاخوان والله زعما برافو ليه، زعما الركراكي زعما كنتمنوا الله تبارك وتعالى يبعد منه العين، الله يحفظه من العين هذه الاولى، لا هو ولا يعني اللعابه كاملين ديال المنتخب، لان المجهر محطوط على هذا المنتخب هذا اللي دار الحدث لا في كاس العالم ولا دابا مع البرازيل. راكم عارفين اول فريق عربي كينتصر على البرازيل، يعني شي حاجه اللي هي كبيره وكبيره بزاف. داكشي اللي وقع للمنتخب هذاك الوطيل اللي هو وطيل مشهور وتاثر، يعني الحاجه الاولى داك الوطيل يعني تاثر، لان داكشي اللي دار هذاك الشاب يعني اللي هو كما قال الركراكي برافو ليه انه باقي صغير، يعني طايش
ما عرفناش الظروف اللي ديالو، قال داك الكلام اللي خاصو اللي ما كانش خاصو يتقال صراحه، الكلام اللي هو خايب يعني، اللي تهجم على المنتخب، على اللعابه، على المغرب كبلد، على الديانه كديانه احنا كمسلمين، يعني على رمضان، بزاف ديال الامور اللي قالها خايبه. ولكن احنا ديننا دين تسامح، انه محا داكشي عرف راسو انه غلط بزاف، دار اعتذار، ولكن رغم ذلك هادشي كله ما شفعش ليه. والمدير ديال الفندق، المدير ديال الفندق بنفسه هو اللي عيط واللي اتصل يعني بالشرطه اللي جاوا لقاو عليه القبض باش يديه ويحقوا معاه وكذا، لانه كما قلت اضطر على داكشي الهجوم العنصري اللي هو عنصري بين قوسين للحق يعني بالدراري يعني ديال المنتخب والبيعه كامله. فكذلك يعني خلق واحد زعزعه كبيره للفندق، تسبب في ازمه كبيره للفندق، لان الترتيب ديالو هبط لواحد المستوى اللي هو يعني خايب، يعني عمره ولا هبط لهذاك المستوى. كان يعني فندق اللي شاد رتبه مزيانه، وكان دائما عنده يعني الى بغينا نقولوا الناس كتهضر عليه مزيان، ولكن بهذا التصرف ديال هذا الصبياني ديال هذا الشاب هذا، فهذا خلق مشكل لا للفندق كما قلت ولا للمنتخب البيعه ديالو، لانهم اضطروا انهم يتحولوا وكذا بزاف ديال الامور. رغم ان كما سمعتوا معايا الركراكي هو قال لك اودي حنا سامحناه، وبطبيعه الحال حنا كمسلمين يعني الدين ديالنا هو دين التسامح. الغريب ان هذا الشخص هذا ما كانش يعني شي خدام اللي هو يعني عنده عمل قار تما في هذاك الوطيل، مدير له عقد عمل يعني مؤقت، واش ربما مغطي شي حد يعني ما كاينش خارج باكونس ولا شي حد مريض ولا، المهم عنده عقد عمل مؤقت فقط، ماشي خدام يعني فيكس مع هذا الوطيل هذا، والمشكل اللي تسبب فيه يعني خايب وخايب بزاف. المهم باش ما نطولش بزاف الاخوان، نتمنى ان هادشي كامل اللي وقع للمنتخب المغربي لا يمس في الفندق، ولا هادشي اللي وقع كذلك يعني للمنتخب ديال بيرو، من ان ما يكونش عنده تاثير على هذه المقابله اللي كانوا محضرين ليها كذلك، اللي هي مقابله وديه ومهمه بطبيعه الحال، لان هي امتحان بطبيعه الحال. المنتخب ديال بيرو يعني حتى هو ما غاديش نستهنوا به، ودائما كنحترموا جميع المنتخبات كما كان يعني الوزن ديالها، سواء كانت البرازيل ولا اي منتخب كما كان يعني المنتخب المغربي الحمد لله، ولا بالاستطاعة ديالو أنه ينافس أي منتخب كما بغى تكون الاسم ديالو، كما بغى يكون يعني الوزن ديالو. نخليو الفيديو هنا الإخوان والأخوات، نهاركم مبروك، ما تنساوش بارطاجيو معنا الفيديو، بارك الله فيكم، والبصيمات ما خسرتو والو باش تعمل فائدة، وهكا هذا الفيديو هذا يشوفوا أكبر عدد ديال الناس. نهاركم مبروك، حتى نتلاقاو إن شاء الله الموضوع المجي، سلام عليكم.